ساتر. نعم أفندم. يا مساء المعلنة والصماء يا أبو سنجة. قولي إيه اللي جابك سعيد؟ قلب الماك وبنار حبك جرينا على هنا عشان اتمتع بجمالك الفتان. انت سامعاني؟ ايوه بس انا عايز انام. نعم انا جايب لك ازازه وادع اهلك كاسين منها الدنيا تضلم كحل. انا عايز انام. ما انا كمان عايز انام. امال انا جاي عشان ايه لمؤاخذه؟ اشرب صحلب تنام؟ جيبك تنام فين؟ زي ما يعجبك. هنا في اوضه النوم في بير السلم. ولو عشت فراخ تبقى هي. انت اتجننت؟ اتهبشت؟ اخويا شاكر لسه صاحي في اوضته يطب على غفله يقتلني ويقتلك. يقتلني؟ لو طب عليه قولي له ان انا هنتج لك فيلم. فيلم؟ هنتج لك موسم. موسم ايه وهجاب ايه؟ هو هيصدق كلام زي ده؟ هيصدق. اول ما اقول انك هتكوني بطلة الفيلم هيروح واخدني بالحضن. يا غالي استني. وبعدين بقى اعملي بس يا ربي. بسيطة. انا اقول لك تعملي ايه؟ روح هاتلنا كاسين وانا اقول لك على تعمليه. يا راجل يا راجل انت مش متجوز؟ متجوز بس متجوز واحد صاحبي. وانا مالي؟ وانا راح فين؟ حجز الكاسين. كاسين؟ او كده انا كاسين خليهم جردلين.